القديمة. أنا بقضي كل يوم 3 ساعات على الطريق من بيتي للشغل، عجقة طرقات وعجقة سياسة وهلأ عجقة انتخابات. بس شو بيصير إذا طلع سياسة، صحافة ومواطن بسيارة وكزدروا وشربوا قهوة؟ أهلا وسهلا. أهلا. يا هلا. كيفنا؟ ديما. هلا فيك. شو الأخبار؟ بس لحظة لأعرف أطلع من هاد. هيدا بارك هيدا. بس لحظة يلا قلعت. نسيت الشريم بإيدي. هو هيدا اللي عم بيزمر؟ بديك تكبسيه من تحت افتكر. ما بعرف وين. في وحدة هون ماسكة على ايدي الشمال. هاي؟ ايه ايه ايه. اسحبيها لورا. نو 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 مش هي مش عليها. هيدا الديركسيون. المفروض يكون مايلتي على الشمال. في دعسة شيء. في ماسكة هون لازم. هاي ديم. ولا اوكي. مش معودة على مواكب انا. بونجور، اشتقنا لك. بدي اشوفك، طل صوبك. بحكيك، انا بحكيك، سلم. سوري. شو؟ بس ما نطفي السنسر. هيدا هو اللي عم بيزمر؟ ايه شو؟ كيف بس الديما؟ سافا، انا وطالعة كنت عم فكر انه انا قديه إلي بعرفك وقديه تغيرنا من وقت ما أنا بعرفك. بتتذكر أيام المدرسة؟ أكيد. أنا بذكر أول ما فتت على الليسي بالإشرفية إنه كنت من القليل المسلمين اللي بيفوتوا لهونيك، وكنت عم بتعرف على الآخر. أنت إمتى تقريبا يعني عملت هاي التعارف مع المسلم؟ بفتكر كلنا بالليسي عملنا هاي الشيء. والله؟ سوا أنا وياك. سو ايه، انا بتذكرك انك انت كنت سامي مسيحي. كنت وبعدني. لا بس كان خطابك مسيحي، كان حدا انا عم يعني كان لا. كل منطلقك بتذكره محرك من انه ما خلصت الحرب وانا بعد عندي مشكله مع الثاني بالبلد. مش هيك كانت المشكله بوقتها، انه كان الفريق الوحيد يلي كان خارج الدوله كانوا المسيحيين هذيك الوقت. بتذكرك كنت تلميذ غاضب. كان دائما عندك غضب بقلب المدرسه. بوقتها كان بيي من فين ديما، ما تنسى. بتتذكروا لهذا الارتيكل وقتها؟ هذا اول مقابله يمكن انا عملتها بحياتي صحفيا كانت معك، او ثاني مقابله عم تحكيني فيها كيف تعرفت على بيك لما كنت بفرنسا. قلت لي انه انا ما كنت بعرفه اصلا لبيي، كنت شوفه بس على بالقصر على الغداء بالقصر الجمهوري يعني. هاي الفتره لما تتذكرها هلا غصه او بتحبها بتكرهها؟ لا بفتكر كلنا اخذت معنا وقت نرجع نقدر نروح على باريس ونشوف باريس بشكل ايجابي. يعني قد ما كانت بالنسبه لنا كابوس هذه الفتره. هلا انا كان بذكرك بغير اشياء، كان بذكرك قد كان عندك سكسي مع البنات بالمدرسه. في وحده بتذكرك كانت احلى بنت بالمدرسه، هيك شعرها كيرلي كيرلي كيرلي، عيونها زرق نيله، بتتذكرها شيء؟ ما بتذكرها؟ بتذكر اسمها حتى شارل شيء هيك. شيرلي. انا ما بتذكرك حدا بالمدرسه كثير شاطر ومثالي. انا انشحت يمكن شي 6-7 مرات من المدرسه ودائما مرة السياسة. اليسوعية طبعا وقتها كانت خزان المعارضه المسيحيه. وقتها كانت كل يومين ثلاثة بنلاقي كاميونات جيش وسيارات مخابرات قاعدين قدامنا. كنا نتلقط. ايه لازم قبل ما تقول كده نتلقط، كان في ناس يحكوا عنك انه انت بس تا يجي هالكاميون ضلك قاعد تاكلوا الشباب خبيط، بس تجي الكاميرا بتصير اول واحد انت قدام الكاميرا. بدنا انه مزبوط يكون الجيش اللبناني الوحيد يلي القوة المسلحة على الاراضي اللبنانية. يعني بفتكر انه بدهم دائما يفتشوا يلاقوا شيء يحكوا. نحن كنا نخطط، كنا ننظم، كنا ندعي. طرقات المؤديه الى الجامعه اليسوعي ازدحم فيها السير وكنا نواجه. الله يا سامي الصخر الاحمر كان نايم. سهلة بالنسبه لنا كان اهم شيء انه نوصل الرساله لبرا، وما كان فينا نوصل الرساله بلا اعلام.
الشغلة كمان بدي أسألك إياها عن الجامعة. بقرأ هالأختي، بقرأ هالعنوان الله يخليك. بتتذكرها لقصة قانون؟ بتذكر شيء. هيدي لما مرة ضيعة زاد الاحتلال الإسرائيلي على الاحتلال، هيدي قبل 2000، وبجامعة اليسوعية وقتها نحن رحنا عملنا تحرك إنه بدنا نروح نحررها لهيدي الضيعة، وطلبنا منك إنك تطلع. قلت لها إنك طالع بس آخر دقيقة ما طلعنا. كنا نحن ناطرين نشوف اذا انت حتعمل اكسيون ضد الاسرائيلي مثل ضد السوري. ما طلعت. رح اقول لك ليه ما طلعنا لانه كان كثير الجو متشنج بيننا وبين كل الفريق الثاني. مش يدعسونا كل مره انه انتم اخوانا انتم اسرائيليين. نحن هاليك يعني نحن شو جريمتنا؟ عم نطالب انه اللبنانيه واللبنان يكون عنده اولويه بقلب لبنان. هيدي مش جريمه بفتكر. بس كنت طالب كتير نشط ضد السوريين. ما كنت كتير ضد كان في احتلال اسرائيلي وقتها يعني. بس ما كان في نقاش حول الموضوع الاسرائيلي ولا مره كان في نقاش. كنا دائما بالنسبه لنا الموقف ضد الاسرائيلي موقف جامع لكل اللبنانيين، منه شيء غريب. اما الموقف ضد الوجود السوري كان شيء غريب. أوكي. كان بوقتها بالنسبه لنا عم نوقف بوجه الطيار، اذا بدك عم نوقف بوجه الدوله وعم نوقف بوجه البروباغندا الدوله. انت كنت من ابرز طلاب جيلك هاي اليوم. بعرفك على إليو. مروف الديمو. هاي إليو، كيفك؟ إليو هو منتسب للتيار، طالب ناشط جدا بالتيار الوطني الحر ورئيس الأميكال بجامعة اليسوعية. وإليو ما بيتفق معك بالسياسة. أول شيء شو بتحب عيط لك؟ شيخ سامي، سعد النايم، سامي، ابن الشيخ خيار، ابن الشيخ أمين مثلا. سامي بس. بلش لإليو، انت ليه بتقتنع بخطاب؟ انا بالنسبه لي شيخ سامي صراحه بقول لك انه بس اسمع خطابك بعتبره خطاب شعبوي. شعبوي هو اللي بيكذب على الناس. نحن ولا مره كذبنا على الناس، احنا بنحكي الحقيقه للناس. نحن عم نعطي ارقام وعم نعطي معطيات وعم نعمل شيء رأي. نحن شغلتنا نضوي للناس على الاخطاء، نعطي نحن البديل اللي نحن بنلاقيه مناسب كرمال الناس تعطينا ثقتهم تيعطونا دورنا تنحنا نفرجي شو قادرين نعمل. ليه دائما كل وزاره بيستلمها الوزير بيسيل دائما في هجوم عليها؟ انا بتذكر بال 2012 او 2011 طلب الوزير بسيل مصاري من مجلس النواب كرمال يعمل الخطه تبعه بموضوع الكهرباء، ونحن ككتائب صوتنا مع اعطائه المليار و200 مليون دولار كرمال نعطي فرصه. فمش مزبوط ان نحن وقفنا ضده من اول نهار. المشكله اللي عندنا اياها انه هالوزاره هي مستلمه الطيار من سنه 2008. أوكي. في شيء مش طبيعي انه بعد 10 سنين 2008 ل 2018 ما يكون بعد عمل شيء بهذا الموضوع. بس حابب افهمك على ملف البيوخر على قد شو اعتراضكم؟ ليه نحن اليوم قادرين نحن نعمر معامل ب 800 مليون او ب مليار يا اخي اذا بدي اخذ كمان كلفه الصيانه على 5 سنين؟ ليه انا بدي استاجر؟ ليه بدي استاجر بمليار و800 مليون؟ في فرق 800 مليون اللي وين رايحين؟ لو هلا وزاره الطاقه معك انت شو كنت تعمل؟ تعمل مناقصه لمعامل بالبرق لانه البواخر منه حل. تعطي حالك سنتين، بعد سنتين بتكون صار عندك معامل شغاله 24/24 عم تعطيك كهرباء 24/24. بس صار لكم 10 سنين بعد ما عملتوا هيدا الشيء. شيخ سامي حديثك كثير حلو، هذا الحكي تبعنا كمان انه نحن بدنا نعمل معامل. يا خيي ما عمرنا، ما صرنا سنتين عم نحكي. اليو انتوا ركبتوا هالحكومه والحلفائكم، انتوا ركبتوا هالقصه انتوا وياهم. نحن عندنا خط سياسي شيء فيه، عندنا خط بناء دولي. امبارح كان كلام الوزير بصير واضح، نحن وياهم في نحن عندنا مشروع ماشيين فيه، هو ترام ماشي، ترام بناء الدوله بدنا نبنيها. كل اللي بده يعرفش انه يمين شمال عم نهاجمه. اليو نحن صار لازم نشكرك، ميرسي كثير على ميرسي. ما بينشبع منه شيخ سامي. ايوه لا 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 لا، في بوادر ايجابيه ما بينشبع منه. معروف بدنا نكملها يعني. بس بدي على فكره بدي اعمل لك ملاحظه. هو قال لك، قلت لي سامي انت مصر.
الصق وانت جيت بدك تعلم عليه من الاول شو بقول لك ابن الشيخ امين او الشيخ سامي قال لك سامي والله ضايقك مش شيخ سامي شيخ يا شيخ سامي شيخ امين مش عارفين من الفصل شو بتقول له لجبران جبران بتقول له جبران قريب منا كثير بشرفك بتقول له جبران قريب منا نحن شباب الطيار كثير عندنا اهتمام عنده بشرفك لما نكونوا باجتماع بتقول له جبران لا اجتماع اكيد بقول له معالي الوزير خلينا نلعب فوتبول بقول له جبران هذا شي مره طلعت معه بسياره وكذبت لا ما خلص انا ما خلص صوت له هلا يلا ميرسي اليو ميرسي كثير بشرف فيك الله يوفقك حد لك التاتش معه اكيد بتمنى وقتها بدك ما هو جلسه ثانيه بس بدك تسمعني سمعتك كثير انت بدك تسمعني الله يوفقك انا جاهز أنا تعبت سواقة عمالي بشرب قهوة يلا أوكي فحنروح نشرب قهوة بعزمك أنا أو أنت بتعزمني؟ لا نحن أنت عنا بالضيعة قلت إنه أنا نوي إني أتحالف مع السلطة هاي السلطة فاسدة هاي السلطة الناس قامت ضدها إلى آخره بعدين شفناك عم تتحالف مع القوات وعم تتحالف مثلا اليوم ببيروت الاولى على راس الليستا ميشيل فرعون انا مني جاي اليوم افتح محاكمه على الماضي انا اليوم شو عملت حطيت ورقه سياسيه واضحه الى علاقه بسياده لبنان واستقلاله وحصريه السلاح بيد الدوله اللبنانيه وبمواجهه الفساد بكل اشكاله اي حدا مستعد يخوض معي هو المعارك انا ما عندي بروبلم اتعاون معه بس ما تبقى تعمل تصريحات أنا... كثير واضحه انه طالما في حدا بالسلطه ما بتحالف معه لا راح اقول لك شغله ديما نحن نحن منا عايشين على المريخ ولنا مستعدين انه كرمالتا والله نعجب حالنا انه نظهر حالنا من اي معادله انتخابيه بلبنان نحن شغلتنا ايه؟ نحاول نركب شيء بيشبهنا وين ما كان وهذا اللي عملناه يعني وقت انا اكون عامل 13 اجتماع مع زياد بارود كرمال موضوع كسر وين بالاخر قرر زياد بارود يمشي مع السلطه انا مش ذنبي وقتها عامل زيت شيء مع احمد فريم 50 مره اذا قرر احمد فريم يمشي بلاحه السلطه مش ذنبي يعني اخرت النهار انا علي اجرب اعمل شيء الاكثر شيء بيشبهني بكل المناطق بس انا الاكيد انه ما راح اخرج الكتائب من المعادله الانتخابيه فقط لانه والله ما لقيت حدا 100% على وجهه نظري ما راح اخرج حالي من المعادله لا انا بعتبر انه بالمحلات اللي ما قدرنا نعمل شيء 100% بيشبهنا عملنا الائتلافات الاقرب لقناعتنا هذا اللي عملناه لانه إذا حدا فكره أنه رح نقاصص حالنا لأنه ما لقينا حدا نحط إيدنا بإيده ونخرج حالنا من المعادلة الانتخابية ونضعف حالنا بمجلس النواب مرة الجاي مغلط أنا الهدف تبعي يكمل معركتي خلينا نتخانق على القهوة يلا أهلا وسهلا بالنعص شو عندك نوع قهوة؟ نسكافيه نسكافيه في؟ إيه معلوم يلا عظيم نسكافيه مرسي قهوة شيخة بليز لعظمك أوكي مشروع الكتائب الانتخابي أوكي لفتتني عدة نقطة يلا في أول شيء إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم ودفع تعويضات لهم ولأهلهم كتير منيح كتير كتير حلو بس ما حكيت مثلا عن مصير المفقودين بالحرب اللبنانيه ليه لانه هيدا ملف بيعني مباشره الكتائب اللبنانيه 17 الف مفقود بالعكس انا حكيوا معي يمكن كان لازم نزيدها بالبرنامج صعب حكيوا انه سقطت سهوا لا لانه انا بعرف ليش لكم هيك لكن رح لك شغله عن جد سهوا لانه نحن اوريدي مدينا على العريضه تبع المفقودين فأنا ماشي فيها قصة المفقودين في جمعية اليوم عم تمضي عريضة وفي نزيدة أكيد ما عندي مشكلة نزيدة منزيدة تعترفوا بمسؤوليتكم عن إذا موجودة يعني أكيد حرب عنا مسؤولية جزء المسؤولية فيها يعني مستعدين نعترف فيها وإذا في بس هيدا الشيء ما بيصير إفراديا أنا هاي دايما كانت مشكلتي لهالسبب ما كتير بحكي بهالموضوع لأنه ما بدي انه تكون بس كتائب عم تعمل هذا الشغل انه الباقي كله قاعد مرتاح على وضعه ما حدا عم يفتح هذا الموضوع ونحن عم نفتحه لحالنا انتوا عم تصوروا حالكم بانه نحن دائما الوحيدين اللي عم نشتغل بهذا الموضوع نحن شو عم نطالب
نحن عم نطالب بمؤتمر مصارحة ومصالحة يقعد في كل اللبنانيين، يفتحوا كل الملفات، يحطوا كل شيء على الطاولة، وكل هالملفات تتعالج بهذا الإطار. ونحن عم نحن الوحيدين يلي عم نطالب بهذا الشيء، ونسكر ملف الحرب مرة نهائية يلي بعتبره لحديت هلا بعد ما تسكر. البند 12 إجراء مسح شامل للسوريين في لبنان عبر البلديات والوزارات والأجهزة المعنية، وتحديد الوضع القانوني لكل سوري مقيم في لبنان، والتمييز بين النازحين بفعل الحرب والمهاجرين الاقتصاديين، وتنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع دخول المهاجرين الاقتصاديين الذي لا يلزم القانون الدولي حمايتهم، وإجراء كل الاتصالات الدولية اللازمة لتسريع عودة النازحين. توزيعهم أكيد. شو بضاع هن؟ لا فعلا كلمة كتير، ما في كلمة، ما في ما في ما في كلمة تانية فيك تستعمليها. جربنا نلاقي إعادة انتشارهم، مش ما اسمه إعادة انتشار. نحنا نحنا خلينا شيء مش إنساني، خلينا نشالي سقعة ما هي شوي فينا ننقل لجوا. نحن بمحل معين في عندك اليوم 60% من اللاجئين الموجودين اليوم هن لاجئين اقتصاديين، يعني هن عمليا جايين يشتغلوا. ما في شيء بيلزم لبنان انه يستقبل لاجئين اقتصاديين جايين من مناطق امنه. نحن اليوم نعتبر انه هالموضوع هيدا عم بيستنزف لبنان واللبنانيين بأشغالهم بفرص العمل تبعهم. نحن الأولوية بالنسبة لنا للشعب اللبناني. أنا عم بحكي مع حدا بيعرف كتير منيح إنه حركة التاريخ منا جامدة. اليوم في شيء اسمه الحرب السورية، هيدي الحرب انعكست على لبنان تماما، مثل ما لما الموارنة يمكن لجأوا للبنان من وراء الاضطهاد. فجايين عم نحكي بهيدا الموضوع على انه شيء تقل اجا على لبنان. لا عم ندرس فعليا الارقام اذا هن عم بيكونوا عم يحركوا عجلة الاقتصاد بلبنان او لا، ولا عم نقربها من الطريقة الانسانية التاريخية للموضوع. ما في تجربة بالعالم بلد هالقد صغير قدر استقبل هالكم هيدا من اللاجئين، تقريبا نص عدد السكان تبع بلد. فنحن بفتكر بهالثمان سنين قضينا قصنا للعلا، اليوم حقنا نبلش نفكر كمان بالشعب اللبناني، نبلش نفكر كيف نرجع نبني هالبلد. شكرا شكرا شكرا. الغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة لتخفيف العبء على خزينة الدولة. طبعا اليوم هذا شيء اكيد بتعرفه وسامعه، محمد شمس الدين الباحث من الناس اللي أعطوا رقم دقيق بقدي مخصصات هي عائلة بيت الجميل من رؤساء سابقين ونواب سابقين، اللي هي 47 مليون ليرة بالشهر، يعني 376 ألف دولار. حتتخلوا عنهم إذا موجودة بالبرنامج، يعني شو رأيك؟ تتخلوا عنهم أكيد. طب هلأ لما بتقبضوهم أنتوا لهول اللي هي يعني فعلا ثروة شهرية، شو بعرف إذا الرقم دقيق؟ من بده يعرف إذا نحن الرقم منه دقيق؟ طيب اذا انتم هالقد قناعاتكم ضد على هيدي الفكره، ليش ما اوريدي عملتوا خطوه بالاستغناء عنها؟ انا عملت جزء. نعم اوكي، بس انا عم بحكي عن كل مخصصات بجميل. مخصصات بجميل شو انا بدي فوت على، لانه ثلاث ارباع مشكلتك عيال شهداء. انا بدك تفوت على عائله بيير وعلى عائله بشير، انا خدي كل هالمصريات وردي لنا بيير وبشير. يعني جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات والعمل والضمان الاجتماعي، وإقرار قانون الحماية من التحرش الجنسي مع حق المرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها إذا كانت مجوزة فلسطيني أو سوري. نحن شو الخيفانين؟ الخيفانين منه هو الزواج الوهمي. إذا في حالة جدية حدا انغرم بالتاني وعايش وعندهم اولاد وعايشين مع بعضهم، نحن ما منلاقي هون المشكله. مع اللي اقترحه جبران باسيل، ما
ما بعرف شو اقترح صراحة. اقترح انه المرة فيها تعطي جنسية الأولادة الا اللي مجوزة فلسطيني وسوري. لا افتكر قال شيء الدول المحيطة او شيء. ايه دول الجوار صح. انا ماني مع هاي نظرية دول الجوار. انا مع موضوع اللاجئين يكون عنده وضع خاص متشدد جدا لانه في باب تجنيس وانا هذا الموضوع هجس عندي ماني مستحي فيه. تعليم اللغتين الأرمنية والسريانية اختياريا في المدارس الرسمية. نعم. ليه بدك تعلم السريانية؟ لأن لغة الموارنة الأصلية؟ لا لأنه في جزء من المجتمع اللبناني عنده هوية مجتمعية وعنده عنده هوية تاريخية لازم نحافظ عليها لأنه جزء من الغنى اللبناني. هذا بينطبق على الأرمن، بينطبق على السريان، على الكلدان. طب ليه بتجنس الأرمن والفلسطينية؟ لا ليه اليوم ليه بتجنس الأرمن والفلسطينية؟ لا ليه اليوم هول اللبنانيين مجنسناهم هول أسسوا الدولة اللبنانية وحقهم أنه يحافظوا على هويتهم ويحافظوا على تراثهم ويحافظوا على لغتهم. وأنا مع هذا الشيء ماني مستحي فيه ابدا. اوكي يعني فخور فيه جدا. طيب ساعتها إيه بعرف انك فخور فيه جدا على البزنس كارت اللي لك بعدك كاتب اسمك بالسرياني. لا حقي بعدك كمان حدا عنده مشكله خلينا نلغي كمان نمنع طب انا نمنع نمنع المسيحيين يصلوا بالسرياني. طب انا بدي طالب انه الفارسي تعلم مثلا. ليش لا يلي عباله يعلم فارسي يعلم فارسي بس الفارسي منا جزء من التكوين المجتمع اللبناني. يمكن مع تطور التاريخ تصير هيك. بتشددوا كتير على التعددية كمان ببرنامجك الانتخابي بتقول انه كتاب تاريخ بيعرض يوحد كتاب التاريخ بطريقة يعرض كل كل وجهات النظر. طب ساعتها انت عم بتقول للناس خلينا مقتنعين كلنا بوجهة نظرنا شو صار كيف تصير مصالحة كتير حلو. ساعتها كتير حلو هذا الحديث انا كتير حلو أوكي. لانه كتير مقتنع باللي عم نقوله. أوكي. راح اقول لك اليوم طالما نحن منا متفقين على نظرة واحدة للتاريخ انا مع انه ينحط وجهتين النظر كرمال التلميذ يقدر هو يكون رأيه ويكون قناعته وينجبر كل اللبنانيين يسمعوا الوجهتين النظر. انا هي الفكرة تبعي وهن يكونوا قناعاتهم بحاله. بس ما في ريسك انك تخلي كل واحد مقوقع بقناعته. ليش مثلا ما بنقول بس شو البديل على هالشيء؟ رواية تصالحية. اها ما هي المشكلة مش موجودة. ليصير عندك رواية تصالحية لازم يكون في مؤتمر مصارحة ومصالحة اللي ما نوجد على الشمال. سوري على الشمال. شعارك اليوم هو نبض التغيير. طب يعني نبض التغيير خلي حزب ما له 70 سنة بالحكم ما عنده رئيسين جمهورية بهيدا ما قطع يعني منه رئيسين جمهورية على السلطة ومش من وقت ما خلق لبنان لهلأ وهو بالسلطة يجي يقول لي نبض التغيير. تغيير شو؟ تغيير الواقع المرير اللي عايشين فيه اليوم يعني نحن منا مسؤولين عنه. بس التغيير يعني أنا بفهم اليوم ست بس ديما بس كأنه ست ليه ما رحتوا على حزب جديد؟ سؤال هل قد عملتوا شفت من شو كان الكتائب يا اعملوا حزب جديد يا ما تقولوا لنا أنه نبض التغيير؟ الكتائب هي حركة متجددة باستمرار. الكتائب الـ36 منا مثل كتائب الـ58، كتائب الـ58 منا مثل كتائب الـ70، الـ70 منا مثل الـ90، الـ90 منا مثل الـ2005، والـ2005 منا مثل الـ2018. لأنه البلد عم بيتطور لازم الحزب يتطور مع البلد. إذا الحزب اللي بيضله في جاي يلي ما بيتطور بيموت. ايه بس منك شايف انه شوي يعني السلوغان اللي رافعه ما كتير بيمشي مع طبيعة حزبك اللي هي جزء ما بيتجزا. المهم بعد 10 سنين قولك الناس اللي انت هلأ عم بتخاطبهم حيكونوا كسبوا ثقتك او لا؟ ولا رح نشوف. افتكر انا بعتبر حالي بعدني ببداية مسيرتي لانه انتخبت رئيس حزب من 2 سنين وبالتالي اليوم من 2 سنين لليوم تصرت انا مسؤول عن الخيارات اللي عم بخدها. قبل كنت
مش انا كنت عم باخذ القرارات. انا بعتبر اليوم بس التغيير بيكون من خلال سامي امين بيير الجميل. هيدا التغيير اللي عنده عقده من الاسماء ومن العيال ما راح اقدر غير له. الكاميرا انا بس بدي احكي مع الكاميرا واقول لهم انه هيدا ما اسمه توريث سياسي. احكي مع الكاميرا قول لهم انه سامي امين بيير الجميل منا وراثي. سديما انا بعتبر انه الانسان هو يا بيفرض حاله يا ما بيفرض حاله. أوكي. يا اما الناس بتقتنع معه يا ما بتقتنع معه.